بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء، لا شك أن الجميع تابع الأحداث التي تجري في اليمن الشقيق، ذلك الجزء العزيز من الأمة الإسلامية، والذين مدحهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: العلم يمان والحكمة يمانية. ابتلي اليمن بفئة باغية ظالمة من الميليشيات الحوثية التي تدعم من جهات إقليمية وخارجية معروفة بعدائها لأهل العقيدة والسنة، وكان أن حصل هذا القرار التاريخي من قادة هذه البلاد المباركة ومن إخوانهم قادة الدول الإسلامية، فقاموا بواجبهم العظيم تجاه إخوانهم في اليمن، وذلك من منطلقات شرعية وأسس عقدية وركائز تعتمد على المصالح والنصوص والمقاصد الشرعية. فقد استغاث إخواننا في اليمن بإخوانهم في هذه البلاد في نصرتهم، والله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فكان هذا القرار التاريخي من خادم الحرمين الشريفين فيما سمي بعاصفة الحزم التي بنيت من منطلقات عقدية وإيمانية واتباع للكتاب والسنة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فمنطلقات العقيدة والإيمان ولزوم الكتاب والسنة والحرص على وحدة المسلمين والأخوة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. كذلك من باب الإغاثة والنصرة والجوار، فهم جيران بلاد الحرمين الشريفين، وكذلك من قاعدة التعاون على البر والتقوى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مراعاة الضرورات الشرعية والمقاصد الدينية في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وكذلك تحقيق المصالح العليا
للأمة الإسلامية، ودرء المفاسد والشرور عنها، ودفع الضرر، وكذلك كف الفساد في الأرض من هذه الفئة الباغية. فكان أن جاء العزم والحزم والحسم أمام الأعداء المتربصين وكف خطرهم، والعزم قبل الحزم، فاعزم واحزمي، وإذا استبان لك الصواب فصممي. كذلك تحقيق الأمن والسلام لإخواننا في الدين ولهذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين التي هي بلاد كل المسلمين وهي قبلة المسلمين جميعا، وكذلك ثغورها وحدودها وجوارها، والمنطقة الإقليمية والإسلامية، بل وحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الآثار الإيجابية والإبقاء على الشرعية، وهو نوع من أنواع الجهاد، الجهاد في سبيل الله لدفع الأعداء المتربصين الصائلين على المسلمين الآمنين، كما يأتي تحقيقاً للوحدة الإسلامية واللحمة بين بني الإسلام واللحمة الوطنية والجوار. كذلك استثمار وسائل الإعلام والتقنية في بث الحقائق ونصرة المظلومين وكف الأعداء المتربصين، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأراجيف والأكاذيب المغرضة التي يروج لها أعداء الإسلام. ولا شك أن هذا القرار الحازم يأتي حفاظاً على الحرم المكي الشريف وعلى مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان قراراً موفقاً وحكيماً لقي الإجماع والقبول بحمد الله ومنه. إنه نوع من التكاتف بين الرعاة والرعية في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كذلك تحقيق الأمن والاستقرار ونصرة المظلوم ورد البغي والظلم وكف العدوان. وبلاد الحرمين الشريفين من ثوابتها ولله الحمد والمنة نصرة قضايا المسلمين، فواجب المسلمين أن يتآزروا وأن يتعاونوا وأن يؤيدوا هذه المواقف الحاسمة الحازمة الشجاعة البطولية التي ترد أعداء العقيدة والسنة والملة والدين. كما يجب علينا جميعاً أن نضرع إلى الله عز وجل بالدعاء واللجأ إليه والتوبة إليه سبحانه والإقلاع عن الذنوب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما يجب الدعاء لولاة أمرنا ولرجال أمننا المرابطين المجاهدين المرابطين على ثغورنا الذين يقومون بهذه الجهود العظيمة، وهو لون من ألوان الجهاد في سبيل الله في حفظ حدود بلاد الحرمين الشريفين وكف المعتدين. ندعو الله لهم أن يصبرهم وأن ينصرهم وأن يسدد رأيهم ورميهم، وأن يجعلهم من جنده المنصورين بمنه وكرمه، وأن يحفظ اليمن الشقيق وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين بمن الله وكرمه. نعم. قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها. الواو هنا إما أن تكون عاطفة لما قبلها، وإما أن تكون مستأنفة في بيان آيات الله الكونية في خلقه وسمائه وأرضه ومخلوقاته وما خلق الله عز وجل وقدره وقضاه، وحتى في آياته الشرعية
فذكر سبحانه وتعالى آية السماء والسماء. السماء هي ذلك الجرم العلوي الذي فوقنا. السماء بنيناها يعني أشدناها وجعلناها سقفاً واحداً محفوظاً بلا أعمدة، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون. فالسماء آية من آيات الله تبارك وتعالى، كيف خلقها الله وكيف بناها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أأنتم أشد خلقاً أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال: بنيناها بأيد. الأيد هنا بمعنى القدرة والقوة، وليس بمعنى الأيدي التي هي الأيدي المخلوقة، وإن كانت الأيدي بالنسبة لله عز وجل هي صفة من صفاته جل وعلا. ليس المراد هنا الأيدي التي هي الحاسة، وإنما الأيد، والأيد هو القوة والقدرة. كذلك فسرها ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأيضاً سار على ذلك التابعون من بعده كمجاهد وسفيان وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. قوله بأيد أي بقوة، وهذا دليل على إثبات صفة القوة لله تبارك وتعالى واسم القوي له جل وعلا. قال: وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه منة أخرى، منة السعة والتوسعة، سواء أكان للسماء بهذه السعة العظيمة التي تملأ الكون كله وتملأ الأرض كلها، فما من أرض في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها إلا والسماء قد وسعتها. هذا هو المعنى الأول. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، قال: وإنا لموسعون في الرزق على عبادنا. وهذا أيضا يشمله عموم اللفظ، فسعة الرزق من الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده. هذا في آية السماء، بعدها آية الأرض: والأرض فرشناها. فرشناها أي جعلناها مفروشة صعيدا واحدا كالفراش للنائم، يستمتع بها الناس ويستفيدون منها كأنها الفراش. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً. قوله: والأرض فرشناها أي بسطناها، هيئناها، خلقناها مفروشة لا ليس فيها ما يضار الناس، فهي ممهدة. ثم قال: فنعم الماهدون. نعم أداة للثناء والمدح ضد بئس التي هي نقيضتها. فنعم الماهدون، نعم من مهد الأرض، نعم من بسط هذه البسيطة، ونعم من وسع السماء وبناها. نعم الماهدون أي لا أحد ينعم في مهد الأرض وفرشها للخلق كما أنعمنا نحن عليهم. وهذا في سياق الثناء
والشكر والمدح لله تبارك وتعالى. نعم الماهدون، نعم من جعلها ممهدة في الانتفاع منها. ولا ينافي هذا وجود الجبال، فالأرض سهولها وجبالها صعبها وسهلها، كله مذلل ومخلوق لله عز وجل، ويسبح بحمده وينتفع به عباده. فنعم الماهدون. تصور لك أن تتصور حتى في خيالك العقلي، لو أن هذه السماء وما بسطه الله عز وجل وما بناه منها وما جعلها من هذا البناء المحكم، كيف سيصيب الناس من عدم انتظام حياتهم؟ وكذلك لو أن الأرض لم تكن مفروشة ولم تكن ممهدة ولم تكن مثبتة بالجبال، كان سيسع الناس حرج ومشقة ولا يستطيعون العيش عليها. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل وآية من آياته. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء، من كل شيء، من هنا للبيان بيانية، ومن كل الكل هنا للعموم. كل شيء خلقه الله عز وجل خلق منه زوجين ذكرا وأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هذا في خلق الإنسان. كذلك من كل شيء خلق الله زوجين، حكمة، حكمة إلهية ليكون ذلك الاستمرار في الخلق والإيجاد في كل شيء في هذه الحياة. ويحتمل أن يكون المعنى أعم من ذلك، أعم من زوجين فقط اللي هم الذكر والأنثى. كل شيء ونقيض أو ضده، عندك السماء والأرض زوجين، الليل والنهار، الشمس والقمر، هذا في النهار وهذا في الليل، الحلو والحامض، الخير والشر، الحر والبرد، وهكذا. فهذه حكمة، من كل شيء خلق الله زوجين. لماذا؟ لعلكم تذكرون. هي آية، اللام هنا للتعليل، لعلكم تذكرون هذه النعم فتشكرون الخالق سبحانه. لعلكم تذكرون، وفي قراءة تذكرون، تتذكرون الخالق سبحانه، فهو المستحق للعباد. من خلق السماء وسواها وخلق الأرض وفرشها ومهدها وخلق هذا الكون كله وهذا الخلق كله، ومن كل شيء خلق زوجين اثنين، لعلكم تذكرون، فهو المستحق للعبادة. تذكرا يبعث على العبادة والتقوى والخشية من الله تبارك وتعالى. لعلكم تذكرون. ثم بعد ذلك دعوة، دعوة من الله عز وجل إلى الفرار إليه، ففروا إلى الله. كل شيء تخاف منه تفر منه، إلا الله إذا خفته تفر إليه سبحانه وتعالى. هذه دعوة لأن يلتجئ العباد إلى الله، وأن يفروا إلى الله خالقهم ورازقهم، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله، التجئوا، اعتصموا، توجهوا، وحدوا، اعبدوا الله وحده لا شريك له. والفرار إلى الله في حال الرخاء وفي حال الشدة، في النوازل وفي الفتن وفي الأزمات وفي الابتلاءات يكون الفرار إلى الله أعظم، كما تمر به الأمة الإسلامية اليوم
مما يجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يدعوه سبحانه وأن يفردوه بالعبادة وأن يوحدوه سبحانه وتعالى وأن لا يصرفوا نوعاً من العبادة لغيره جل وعلا، لا إلى القبور ولا إلى الأموات، ولا يعتقدوا في الأحياء ولا الأموات أنهم يجلبون نفعاً أو يدفعون ضرراً أو يكشفون كرباً، فذلك كله لله عز وجل. ففروا إلى الله، وهذا الفرار فرار إلى الرحمة، فرار إلى الخير، فرار إلى ساعة ثواب الله وعظيم رحمته جل وعلا. فيا من قصرت في جنب الله فر إلى الله، تب إليه، ويا من نالتك الكروب ووقعت عليك الخطوب فر إلى الله وثق بتوفيقه ونصره وتسديده وكشف الكربات عنك في كل حال من أحواله. إني لكم منه نذير مبين. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو البشير النذير النذير المبين. وكذلك هذا القرآن العظيم فيه البشارة وفيه النذار، فهنا إثبات وجوب عبادة الله عز وجل والفرار إليه في كل الملمات لا إلى غيره سبحانه، ومنها الأحداث والأزمات التي تصيب الأمم، فلا يفر إلى الشرق ولا إلى الغرب، وإنما إلى رب العالمين سبحانه. ثم ما يتخذ من أسباب وقائية ودفاعية لرد العدوان وجلب النصر، فالنصر من عند الله ولا ينافي تعاطي الأسباب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذه وسائل، وسائل النصر، والنصر من عند الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. ثم قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه. انظر التأكيدات في هذه الآية كثيرة. أول شيء بصيغة الأمر ففروا، كذلك الواو هنا للواو الجمع إلى الله عز وجل وتقديم العائد، أيضا إني، إني المؤكدة مع دخول الياء عليها زيادة في التأكيد، لكم منه نذير مبين. هذه ضمانات وتأكيدات، وهي أساليب القرآن الكريم في تحقيق مراد الله تبارك وتعالى من الإعجاز لكلامه سبحانه. ثم قال سبحانه من باب عطف الخاص على العام: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. الأول الفرار العام: إني لكم منه نذير مبين. ثم في الآية الثانية تحذير من الشرك خاصة: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لأنه ليس شيء محبط للأعمال، ليس شيء محبطا للأعمال كالشرك بالله عز وجل. أن تشرك بالله بشراً أو حجراً أو شيئاً من المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فليحذر الذين يتوجهون بلون من ألوان العبادة لغير الله، وإن سموهم ما سموهم من الأولياء والسادة والصالحين، فهذه كلها لله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر.
أعاد التأكيد: إني لكم منه نذير مبين. إعادة التأكيد لهذه الجملة مرة ثانية تأكيد لنذارة وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا للقيام بالفرار والعبادة لله عز وجل، والتحذير من الشرك به. فهذه من الآيات التي تقطع أصول الشرك وتحقق العبادة لله عز وجل وحده. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لما بيّن تبارك وتعالى هذه الآيات الدالة على عظيم قدرته وخلقه وحكمته وعلمه عز وجل، وما ينبني عليها من الذكرى والفرار إلى الله والبشارة والنذارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بدعوة التوحيد ودعوة الناس إلى ما شرع الله تبارك وتعالى، جاء مسلياً، جاء الخطاب مسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع كل هذه الدعوة ومع كل هذه الآيات التي تدل على خلق الله عز وجل، ومع كل هذه الدلائل، ومع كل ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته قومه إلى الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين. لا تيأس يا محمد ولا يصيبك الضجر والقلق واليأس، فقد كذب من قبلك من الأنبياء والمرسلين، بل اتهموا بما اتهمت به من الجنون ومن السحر. كذلك الكاف هنا للتشبيه، تشبيه حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأنبياء والمرسلين من قبله، وأنه لم يأتهم رسول عن الأمم والأقوام السابقة إلا نيل منهم كما نيل منك، وقيل فيهم كما قيل فيك، بل هذا ليس لكم وحدكم أيها الأنبياء، بل هو لكل قائم بالدعوة إلى الله عز وجل وأمر الله إلى قيام الساعة سيقال له ما يقال للرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية لمن سار على منهجه عليه الصلاة والسلام. بل إن الأمر أعظم من ذلك، الذي ما يصيبه الابتلاء ولا يصيبه قول الناس وكلامهم واتهامهم، قد يتهم نفسه في صدقه في الدعوة وفي نجاحه بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، كيف يتواطؤون؟ وهذه حكمة من الله عز وجل في أن كل من يعادي الرسل وكل من يعادي الدعوة سيصيبه ما أصاب الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة، وأن كل الأعداء يتواطؤون على مضادة الدعوة، والوقوف أمام الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. أتواصوا به، إذا كان السابقون يقولون هذا ساحر أو مجنون، وكفار قريش يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ساحر أو مجنون، وإلى اليوم من يأتي بدعوة التوحيد ودعوة السنة والحق والصبر على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، فإنه يناله من الناس ما يناله عبر التأريخ منذ خلق هذه الحياة، منذ وجد آدم وهذا الكون، ومروراً بالأنبياء جميعاً حتى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. أتواصوا به.
أتواطؤوا، أتواطأ الأعداء على أن يتهموا كل داعية وقائم بمنهاج النبوة بهذا الاتهام، بالسحر، بالجنون، بغيرها. وتختلف الأزمنة، تختلف الأزمنة وتختلف الأمكنة. المراد الابتلاء والعداء للحق. وزماننا اليوم أيضاً مشهود في كثرة التحديات والعداوات والخصومات ولبس الحق بالباطل، فلا يضير هذا أبداً، لا يضيرك يا محمد الخطاب له، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فلا يضيرك هذا الأمر وهذا الشأن منهم وهذا الموقف العدائي منهم، وكذلك لا يضير أحد ممن سار على نهج النبوة إلى قيام الساعة. أتواصوا به، يعني بهذا الأمر وهذا التحدي وهذا العداء بالقول أو بالفعل لكل مضطلع بأمر الدعوة إلى الله، بل للإضراب، الإضراب والتأكيد على أنه لو لم يكن تواصياً بل هم قوم طاغون، الكفار المخالفون للحق، بلغ بهم الطغيان إلى رد الحق والتمادي في العدوان على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطغيان هو وصول الغاية في الظلم والعداء والكفر والعياذ بالله. ولهذا وصف فرعون بالطاغية، ووصف أبو جهل، ووصف كثيرون ممن طغوا. بل كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان قد يصيبه الطغيان والغرور والتكبر على دعوة الله وعلى منهج رسل الله، ويجب على العبد أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، موحدا له، عابدا له، ناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج النبوة. بل هم قوم طاغون. إذا كانوا بهذه الحالة تولى عنهم، فتولى عنهم، فتولى عنهم. وهذا منهج الدعوة، أن الإنسان إذا بذل جهده في القيام بالدعوة إلى الله عز وجل وكرر الوسائل وأكثرها ودعا كما دعا رسول الله، نوح عليه السلام قال إني، قال ربي إني دعوتهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وقبلها وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. التعدد في وسائل وأساليب الدعوة بالقول والفعل والدعاء والأمر بالاستغفار والسعي ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أعذر في دعوته عليه الصلاة والسلام. فتولى عنهم، إذا بذلت ما في الوسع والجهد والمستطاع ولم تجد القبول فتولى عنه. وهكذا في منهج الدعوة، بمعنى أنك لا تلتفت إلى ما يقولون فيك وإلى ما يعادونك وإلى ما يؤذونك، امضي في طريق الدعوة كما قال لوط عليه السلام، كما جاءت في قصة لوط في الملائكة، وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فالداعية لا يلتفت إلى الوراء بل يسير قدما ولا يبالي بمن يضاد الدعوة، فإن الدعوة ناصرها الله عز وجل، لكن نحن مؤتمنون بالقيام بها وبأداء هذه الرسالة التي هي رسالة الدعوة. فتولى عنه، فما أنت بملوم،
إذا توليت عنهم بعد أن دعوتهم واجتهدت في دعوتهم ليس عليك ملامة، لست بملوم وليس بحاصل وواقع عليك اللوم، سواء من قبل الله عز وجل أو من قبل العباد. الإنسان إذا ما أدى ما بينه وبين الله عز وجل في كل أمر من أموره فليس بملوم. ولهذا حتى الداعية قد يجتهد، اجتهد نوح في دعوة ابنه، واجتهد صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه، ولكن لم يكتب الله هدايته ولم يرد إرادة كونية قدرية وليست إرادة شرعية دينية، لأن الإرادة الشرعية الدينية قد أمر الله بها وقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبلاغ، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن كانت النتيجة ضد ما كان يأمل عليه الصلاة والسلام، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وكذلك الإنسان إذا ابتلي بابن أو بأخ أو بجار أو بإنسان يدعوه ومع هذا استكبر وظل واستمر وعاد فليس بملوم، عليه أن يبذل جهده، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد، فالمقاصد والنتائج والآثار هي بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، فلا يفت هذا في عضد الأنبياء ولا الدعاة إلى الله عز وجل. فما أنت بملوم وذكر، لكن استمر في التذكير وذكر، بل إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام التذكير البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مهمته الدعوة أدعو إلى سبيل ربك، مهمته البيان للحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا في بيان فائدة الذكرى، يعني لا تمل ولا تفتر في التذكير مرة ومرة بالقول وبالفعل وبالقدوة وبالسلوك وبالتصرف، الذكرى تنفع المؤمنين. وش يخرج هذا؟ يخرج أن من لم تنفعه أو يفيد أن من لم تنفعه الذكرى فإن في إيمانه خللاً، لأنه لو كان مؤمناً حقاً لنفعته الذكرى. ولهذا تجد المؤمن إذا ذكرته بالله تذكر، إذا ذكرت بالتوحيد بالصلاة بالسنة بالزكاة بالحج بعمل الخير، إذا حذرته من محرم كالشرك كالربا كالبدع والمنكرات والمحدثات كالسرقة كشرب الخمر كغير ذلك كالغيبة النميمة الخروج على ولاة أمر المسلمين وما إلى ذلك، فإنه يتذكر ويرجع، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة له وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبعدها وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، فيه إشارة
وإفادة أن العبودية تأتي بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص. فالعبودية بمعناها العام كل إنسان يعبد الله، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار هم عباد الله، ولهذا هم يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن هذا لم ينفعهم لأنهم أشركوا مع الله غيره. أما العباد بالمعنى الخاص فهم عباد الله المتقون المؤمنون الذين يستحقون المعية الخاصة في تأييد الله عز وجل ونصره. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما أدري دينا ولا يكفي؟ يكفي. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم تتمة سورة الذاريات. الآيات الحمد لله واضحة ومعناها تأتي في سياق آيات الله وخلقه في السماء وسعتها وفي الأرض وفرشها ومهدها للعباد وللخلق ليقوموا بعبادة الله ولتنتظم مصالحهم في هذه الدنيا، وأن من حكمة الله أنه خلق في هذه الدنيا ومن كل شيء خلق زوجين، وذلك للذكرى بما أو التذكير أو التذكر الذي هو القيام بحق العبودية والتوحيد والاضطلاع بأمر الخالق جل وعلا في لزوم عبادته وحده دون سواه. ثم جاءت الدعوة بالفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال ولا سيما في حالات الأزمات والمصائب والنكبات، وبيان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونذارته البينة لهذه الأمة، فقد بلغ البلاغ المبين، بشر وأنذر وأعذر عليه الصلاة والسلام، وكان في الموقف الأخير في يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله نحن أمته على أنه بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، المحجة الطريق الذي لا لبس فيه ولا عوج ولا غم، صلى الله عليه وسلم. ويبقى دور العباد في اتباع سنته ولزوم هديه ونهجه عليه الصلاة والسلام، والتحذير أيضا من الشرك: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا الإله، عجبا كيف يتوجه الناس إلى غير الله، يطلبون الموتى ويطلبون القبور ويذهبون إلى من يسمون الأولياء وإلى القوى الشرقية والغربية وعندهم رب العالمين. يوم أن استعانت هذه القوة بالله عز وجل وهو القوي العزيز، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يوم أن لجأت القوى الأرضية والبشرية إلى الله عز وجل نصرهم الله سبحانه وتعالى، ثم ما بذلوا من أسباب الحزم والقوة والنصر على الأعداء المتربصين، ثم التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به. كفار قريش مع هؤلاء بل هم طاغون معتدون مخالفون للحق مصرون على مخالفة أمر الله، ومن كانت هذه حاله فلا يلزم النبي ولا الداعية أن يهتم ويجتهد زيادة على ذلك إلا ما في قدرته ووسعه من التذكير، وإلا الهداية من عند الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ثم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وغير المؤمنين لا ينتفع بالذكرى، ولكن مع كل هذا يجتهد في تذكيره ودعوته. ومن استفاد من الذكرى سيذكر من يخشى، من خشي الله وخافه وآمن به واتقاه، فليبشر بثمار التذكير خيرا في الدنيا ونجاة وفوزا وجنة ورضوانا في الآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.